أكثر من 24 ساعة مرت وما زال هذا المركز الصحي معطلا بسبب الانقطاع التام للتيار الكهربائي في المدينة، وحتى المولد البديل لم يعد ذا جدوى بسبب أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها العاصمة المؤقتة. العمل توقف، اضطرينا نوقف كل شيء، فصار تعطل، الأجهزة موقفة، غير الأضرار اللي هي في المنازل. يزداد هنا غضب المواطنين وحيرتهم إزاء أسباب هذا الانقطاع الذي فاقم من معاناتهم. إيش القصد في قطع الكهرباء باستمرار؟ هنا سؤال، أنت توجه لي سؤال وأنا أوجه سؤال للجهات المختصة. إيش القصد من قطع البترول؟ إحنا عندنا مصافي عندنا والبترول بيدعم عندنا والحدود مفتوحة. لو قلنا رحنا في الحديدة نقول هي في حصر عليهم، لو قلنا في المخاء نقول هي في حرب في المخاء. لا، المواطن يومين بدون كهرباء بدون ماء، ما هذا؟ هذه بنية تحتية، اللي قال بيعمل وبيعمل يعمل بنية تحتية، ما فيش بنية تحتية بس خراب تحتي. قد الظروف صعبة لا عاد يصعبوش علينا الأمور. مؤسسة الكهرباء أعلنت عن خلل فني عطل كافة محطات التوليد، لكن للأزمة شبكة من الأسباب تتوزع مسؤوليتها على كافة مستويات السلطة في العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.